تحيه لكم مشاهدي الكرام في المناظره اليوميه. تطلق الفصائل الفلسطينيه الصواريخ باتجاه اسرائيل ويحدث وقف لاطلاق النار وتترقب الاوساط تهدئه طويله الامد. سلسله احداث باتت تتكرر في الساحه الاسرائيليه الغزيه، تصعيد ثم وقف لاطلاق النار وانباء تهدئه طويله لا تنجح ليعود التصعيد. انباء تفيد بالتوصل الى تفاهمات حول تسهيلات اقتصاديه للقطاع. لماذا تنسق حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مع محتل إسرائيلي كما يصفوه؟ هل فرضت إسرائيل على حماس معادلة الهدوء مقابل فك جزئي للحصار؟ ألم تحصل إسرائيل على مرادها بالهدوء مقابل توسيع مساحة صيد هنا وتسهيلات اقتصادية هناك؟ في المقابل، ألم تفرض الفصائل الفلسطينية سياستها بالقوة على إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وفكا للحصار؟ هل أنجبت سياسة إطلاق 2600 صاروخ خلال عام مطارا دوليا وجزيرة اصطناعية؟ ألم تعتبر إسرائيل حماس إرهابية؟ فكيف تنسق معها لبناء دولة في القطاع؟ نبدأ المناظرة. في هذه المناظرة نرحب بالسيد منير صغير المحلل السياسي الفلسطيني، مرحبا بك، ودكتور ريوفن بيركو الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. تعود من جديد الأنباء التي تتحدث عن تهدئة طويلة الأمد. كيف تتحدث إسرائيل مع حركة تصفها بأنها حركة إرهابية هي وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كما تقول إسرائيل؟ شوف، لا مانع من التحدث مع أي كان على موضوع تهدئة أو سلام مستقبلي، لا نمانع ذلك، شرط أن يكون دائما بحوزتنا كل الأجوبة لكل السيناريوهات المستقبلية، وهذا موجود ومتوفر الحمد لله. نحن نحلل أوضاع قطاع غزة على ما هي الآن بكل حدة وبكل وضوح، نفهم حالة المواطنين جوات القطاع، نفهم الطريق المسدود التي أوصلت به حماس المواطنين في قطاع غزة من أي وجهة نظر كانت. ونحن بغض النظر أننا انسحبنا من قطاع غزة، لا نزال نساوي نتحمل المسؤولية. والسؤال الذي طرحته، هل فعلا الصواريخ اللي أطلقت حماس على إسرائيل هي اللي أودت بنا إلى النتيجة؟ هذا كلام يعني أكيد ليس فيه أي أساس من الصحة، لأننا عكس ما هم نحن نمتلك الفرص، تنشطب قطاع غزة على كل من فيه ولا نستعمل هذه القدرات، وهم يقومون بذلك. نحن نأخذ بين الاعتبار مواطنينا ومواطنيهم، بينما هم لا يأخذ بين الاعتبار مواطنيهم إلا كذراع بشري مقاتليهم كذخيرة هالكة، ويعني ولذلك وأمواتهم كيعني فرصة فاتت ولا تعود. هذا هو الفرق. الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة دائما تقول إن إسرائيل هي محتل صهيوني. لماذا هذه الفصائل في نهاية الأمر تنسق وتجري ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي تقضي في نهاية الأمر كما يقول البعض ببناء مطار دولي وجزيرة صناعية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع المرسلين. أشكر فضائية I24 News اللي أتاحت لي الفرصة كي أتحدث عن ما يجري في قطاع غزة وما هو في غلاف غزة وما هو في إسرائيل في الوقت نفسه. الوقائع الجديدة التي فرضت نفسها الآن هي التي اضطرت إسرائيل لشراء التهدئة. الفصائل الفلسطينية لا تجلس مع إسرائيل، هناك وسيط دولي في هذا الكلام، وترفض الجلوس مع إسرائيل، وهي لا تعترف في إسرائيل كدولة قائمة، إنما تعترف أن هناك حق للشعب الإسرائيلي أنه يعيش زي أي شعب موجود، يعني زيك زي أي إنسان مسلم مسيحي مهما كان يكون له الحق العيش الكريم في هذا البلد، يعترفوا في هذا الكلام. القضية اللي موجودة الآن أنه تطور السلاح ونوعيته والمشاكل التي عمال إسرائيل بتعاني منها، بدأت إسرائيل الآن عندما هبط المستوى الأمني تبعها، عندما شفنا أشياء في إسرائيل اللي هم كانت مفاجأة لهم، أنه فصيل واحد الجهاد الإسلامي أوقف حياة إسرائيل 48 ساعة كاملا، وهبطت السياحة في إسرائيل 80% في ذلك الأيام. هذا الكلام مش سهل. إضافة لذلك
بأنه يعني هل هذا أتى بالتسهيلات في قطاع غزة دكتور بيركو؟ دعني دعني أكمل, لذلك دعني أكمل. بالعكس بالعكس, إسرائيل لا تعطي. تجاربنا مع إسرائيل والتجارب واضحة والعالم كله, فضائيات العالم تتكلم بأنه إسرائيل ما بيعطوا, رغم أنفهم بتمر الأمور, رغم أنفهم بتمر الأموال. شفنا كيف وقفوا الأموال, وطلع بيطلع أي قائد عندهم مثلا زي بنت الآن طلع يصرح تصريحات نارية أول ما طلع كل الأمور هذه, وكان يقول لليبرمان اعمل اهلك ودمر اقتل وكذا. يقتلوا من؟ في إحصائية 2014 المعركة لم يحققوا هدفا واحدا من أهدافهم. نعم. في المعركة 1372 إنسان استشهدوا, منهم فقط 29 مقاوم, الباقي مدنيين. قصفت البيوت على المدنيين بالدعاء, بالدعاء بأنه العسكريين هم متخبيين في الأبنية هذه. لا, العسكريين الموجودين, جيش الدفاع الفلسطيني ال 12 فصيل كاملا, وشفنا فصيل واحد كيف أغلق حياة إسرائيل من ال 12 واحد فقط. ف في هذه المرحلة هذول لهم مدينة تحت غزة. طيب. لهم أنفاق, لهم مدرسة عسكرية جديدة. إسرائيل مش قادر يعني عليها نهائيا. الفصائل الفلسطينية ستحصل بالقوة على ما تريد. بالقوة ستأخذ كما طيب. رأينا بصفقة شليت وكما سنرى بالصفقة القادمة. 2600 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال عام واحد. هو يقول بأن هذه السياسة, سياسة القوة, أتت بالتسهيلات. كيف ترد؟ هذه خزعبلات اللي كل التنظيمات الإرهابية في العالم أصلاً تستعمل هذه الحجة, حجة الإرهاب واستعمال المواطنين أينما كان, داعش, القاعدة, الحماس, الجهاد, يستعملون المدنيين في بلاد العالم هدفا لهم. ولذلك لا يختلف حماس عن أي تنظيم إرهابي إسلامي آخر أصولي أو للجهاد الإسلامي. والسؤال يطرح نفسه, إذا هم الذين يعيشون في الأنفاق, ويفتخر ضيفك الفاضل أنهم عايشين في مدينة تحت الأرض ويعرضون مواطنيهم للهلاك كما وصفه, يعني هل هي البطولة اللي أودت بإسرائيل إلى الشفقة والرحمة ومد يد العون لأموال قتلة تصل عبر أيدينا؟ هم يأكلون من أيدينا. الشفقة والرحمة لا بتعرفوهاش, فيش عندكم هذا الأمر. لو سمحت لي احكي بإشي مقاعد موجودة. ما سمحك حضرت الإمام, دخلت رغم أنتم شردت من غزة, اعترف في الأمور الواقع. يا خطيب المسجد, يا خطيب, بسم الله, يعني أنا بحكي وقائع تنفع شعبك, تنفع الشعب كله, وربما تأتي بحياة جيدة للشعب لما يعرف الحقائق الموجودة. علموك إحنا كل ما يوصل الصاروخ إلك تقف مكتوف إلى يدي وتقول الله أكبر. لا لا لا, واصبر, لا واصبر, لا لا, اسمع كيف يهبط الصاروخ في كل ما تقوله. فضل. شوف, هؤلاء يعملون أحوالهم أبطال. هم يعلمون أنه نحن أقوى وأشد منهم بكل معطيات ميدان القتال. التصرفهم تصرف الجبان, يكسفون عمدا المواطنين الإسرائيليين ويقولون نحن المنتصرون. إذا أنتم المنتصرون كما تفتخر, لماذا تعيشون في الأنفاق زي الفيران؟ لماذا لا تقولوا وتحتلوا فلسطين؟ يتعلمها العالم الآن. هو اللي قاعد بكابر. العالم الآن يتعلم هذه المدرسة العسكرية اللي قاموا فيها. أنت تتكلم كلام غير صحيح. ليش أنتم عاملين حصار على غزة؟ بسألك سؤال. ليش لا تصل سؤال؟ أنت مش دورك تتكلم. كل حصار إلا غصبا عنكم. طلعت من النفق. اسمع كلامي. سادي. أنت لساتك في النفق ولا خارج النفق؟ لما شفت. اسمع كلامي. لما شفت, لو سمحت لي. خليك جنتلمان في الأسلوب عشان. لا, عشان نحكي. لو سمحت الجنتلمان يخلي غيره يكمل اراءه. ما انت كملت, انت علموك في المسجد انه ما تخلي غيرك يتكلم. لا, 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 لا يا حبيبي, لا يقبل كلام. جاهدينهم بالتي احسن, جاهدينهم بالتي احسن. خليني اكمل. حصلت قطاع غزه, بتكون جوعك قطاع غزه, بتكون تركه قطاع غزه. ما الذي دفع اسرائيل لان تدعم تسهيلات في قطاع غزه؟ اذا ضيفك الكريم, ورجيني هذا ضيفك الكريم جدا, الكريم جدا دكتور بيركو, ما الذي دفع إسرائيل لتقديم تسهيلات لقطاع غزة, من بينها الحديث عن مطار وميناء وأيضا جزيرة اصطناعية؟ حتى الوزير, وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت, الذي كان يدعو لتدمير حماس في قطاع غزة, بات هو الآخر يتحدث عن ذلك. لا يزال يدعو آخر ما تدمر حماس. بس السؤال, شو بالنسبة للمواطنين القتال؟ وهذا هو السؤال الصحيح. نعم. نحن نعلم بكل وضوح إنه بجانبنا شعب يعاني من سيطرة المجموعة الإرهابية, استولت على القطاع عكس ما كرر الشعب الفلسطيني بغض النظر الجديد. هم رموا رجالات حماس من أسطح البنايات وقتلوهم, واليوم يدعون أنه أقاموا إمارة
إمارة إسلامية إرهابية، إمارة إسلامية إرهابية، وهم يقنعون أنفسهم ويوهمون أنفسهم إنه نتيجة الصواريخ اللي أطلقوا باتجاه نتيجة ماذا يا دكتور بيركو؟ المعادلة الصحيحة أننا نرى المواطن الغزاوي يعني يموت تحت الجوع والعطش وفي المجاري وفي الأمراض، ونفهم إنه ضرورة إنسانية لنا. ألا تستطيع إسرائيل عسكريا أن تمحي لحظة أن تمحي قطاع غزة عن بكرة أبيها في هذا التوقيت؟ لا. إن أرادت أن لا. تعيد لا. السيطرة هي تملك القوة. نعم هي تملك قوة، هو ثالث جيش في العالم حاليا أو رابع قوة في العالم موجودة، ولكن هل يستطيع أن يستعملها في الظرف الحالي؟ هذا صحيح لا نستطيع، هذا الكلام لازم يعرفه إخلاقيا لا نستطيع زي إخلاقيا. أنتم عديمي الأخلاق، تستعملون مواطنيكم زراع بشري. دولة رئيس حكومتها سرق وانحبس، تحكيش على الأخلاق، هذه بتشرع على جنب. تخلط بين مفاهيم أخرى، جاي الأمور تحكي فيها. لو سمحت لي لو سمحت لي تخلط بين مفاهيم سيدي الفاضل، أعطيني فرصة. كمل تفضل الآن. بعطيك فرصة. القوى الموجودة تركيا وإيران الآن اللي على الساحة في الوضع الحالي والثقل الموجود لهم، إسرائيل تحسب مليون حساب لهذا الكلام، هو ما بسمعش محللينه وفضائياته شو بيقولوا، رؤساء مستوطنات غلاف غزة. أنا بحكيك أقوال إنهم في الفضائية 13 إجتني. ممكن تفسر أكثر عن إيران وتركيا؟ لو سمحت فسر أكثر. فسر أكثر عن إيران. رؤساء مستوطنات غلاف غزة جزء منهم اجتمعوا وطلبوا من الحكومة الإسرائيلية، وعندي الأقوال تبعتهم من فضائية 13 من فضائيته هو، بأنه لا أمل ولا حياة على الإطلاق إلا إذا توصلنا مع مسؤولين المقاومة في غزة إلى تفاهم وتسهيل. وعلينا أن نسهل، ومقابل هالكلام علينا أن نسهل لهم الكهرباء والماء. اليوم عم بمدوا خط كهرباء يزود غزة، ما تنقطعش الكهرباء على واحد، مش في خاطرهم. شوف كل اللي بحكيه هذا رغم أنفهم، لأنه ما بيعطوا إلا بالقوة، ما أخذ بالقوة ترجع بالقوة. هم بفهمين هذا الكلام والقاعدة. إحنا شفنا سنوات من الحصار، ما سمحوا يعني ما أعطوا الشعب الإسرائيلي الغزي حقه، ما اللي بقول لك شفقة ورحمة ونية. أنت لك 16 من 2006 12 سنة محاصر، شو اللي عملته؟ الآن بدأت تفك الحصار رغم أنفك، لأنه شفت سلاح بيهددك وبتعيشك. بقول لك فصيل أغلق حياتك 48 ساعة. أين هي التسهيلات سيد مبيت على أرض الواقع؟ أين هي التسهيلات؟ تدخل المواد الغذائية كاملة. زمان اسمعني، زمان يدخل الآن الكهرباء، تحسن وضعها بشكل كبير. والميناء والآن سيبنى مطار ولسه ما تخلوها مطار وميناء وسيفك الحصار. هم السياسيين اللي عندهم عارفين، نفتالي بنت يعرف هذا الكلام. ليش؟ لأنه لو سمعنا تصريحاته أيام ليبرمان وبنسمع اليوم نجد 180 درجة انقلاب. شو اللي قلبه؟ القلب الواقع الموجود. قبل كان يتكلم بنوع من انه والله بده يكسب شعبية، بده يكسب كرسي أكثر، بده يكسب الكنيسة أكثر. كان شوف هناك فرق بين أن نتنافس لأن نبني ونجعل حياة للشعبين كريمة، اللي يعيش الشعبين يكون في هدوء، وهذا الكلام اللي لازم هم يفكروا فيه، لأنه ما في حل إلا في الوصول للكلام. أو الطريقة الثانية وهي التفاخر. التفاخر لو سمحتي، التفاخر بإراق دماء الشعب الفلسطيني، لأنه كله بصير انتخابات بيكون حساب دم الشعب الفلسطيني. هو يتكلم عن شفقة. أنا عندي 11 واحد مريض سرطان الآن بالسجون. قبل أيام استقبلنا سامي أبو ريان إعدام بطيء. هو يتحدث دكتور بيركو، يتحدث عن سياسات القوة. سيد بيركو، في الضفة الغربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع علم السلام مع إسرائيل ونسق أمنيا ومنع تنفيذ عمليات في الضفة الغربية في بعض المراحل. لحظة يا سيد منير، الآن في قطاع غزة حماس تستخدم سياسة القوة كما يقول، وقد تنجح في الحصول على شبه دولة. شوف لا تقارن بين ما يصير في القطاع وما يصير في الضفة الغربية. بس أول إشي، أبو مازن لم يأخذ دولة فلسطينية من إسرائيل في قطاع غزة، قد يحصل على دولة. أنا بدي أجاوبك بس. هو بكتعني أنا بفهم ذلك، لما أنت بكتعني لا أفهم ذلك. إذن الجواب بسيط. أول إشي نبدأ مما قاله، خطة الميناء كان أول إشي في قطاع غزة، يعني مطار اللي أقمناه في دهنية نتيجة الإرهاب الفلسطيني انشطب هذا. بس إسرائيل كاتس كان وزير في إسرائيل، وزير الأمن والمخابرات،
هو اللي وصف أوصى في إقامة ميناء للفلسطينيين منذ سنة أو أكثر، لا علاقة فهما بالموضوع. هسا يعني علينا أن نفهم مبدأ واحد اللي هو الفرق الأخلاقي ما بين مجموعة الإرهابيين سفكي الدماء من الطرف هذا لا لا أرجوك أن تسكت. دعك من الأخلاق عشان سمحت، هم يرمون صواريخ على المواطنين الإسرائيليين عمدا بغية قتل أكثر عدد من المواطن الإسرائيلي ويعيشون في الأنفاق. نحن نفتخر بكوننا دولة مزدهرة لا نستعمل قدراتنا التي شرحها. وآخر نقطة، لا 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 آخر نقطة، استعمل إيران وتركيا. هذه النقطة المثيرة للحزن، كل ما يسمونه المنظمات التنظيمات الإرهابية الإخوانجية الصلفية الإرهابية التي تعيش في قطاع، لعبة شطرنج بيد إيران لا تخدم المصلحة طيب. الفلسطينية. دكتور بيركو بالسؤال، لا تضيع الوقت بالسؤال الذي سألتك إياه، لماذا في الضفة الغربية رئيس الفلسطيني الذي رفع علم السلام لم يأخذ دولة وفي قطاع غزة أرجو منك سيأخذ دولة؟ بسيط تفضل. نحن عايشين جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية، ولا حتى ليس هناك مجال للمقارنة بين ظروف الحياة والمعيشة والأمن والاستقرار الذي يعيشونه في الضفة الغربية، آملين مع بعض يهود وعرب إننا نوصل إلى السلام. للأسف سياسة الرفض المستمرة من السلطة هي اللي تمنع التقدم بغية الوصول. طيب. ولكن هناك هم عايشين في المجاري مع جراثيم ومع المشاكل مع الجوع والعطش، بما يفتخرون اللعب على وشك الشعب على وشك الانفجار. هم عايشين في المجاري، هل تقارن بين المجاري تبقطع ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية من أبو نوال في غزة على الانتخابات شو بقول لك على الوضع شو بقول لك اللي هو خمسين أو قديم أبو نوال الأب نوال زعيم. طيب لحظة دكتور بيركو، لا يستمع هيك تصرفات كثيرة. دكتور بيركو وصلت فكرة، لا يمكن دوميا. سيد منير، ما الذي فعلته الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس في قطاع غزة؟ قبل ما نقول شو فعلت الفصائل الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية عندها إيمان عميق كامل بأنه إسرائيل لا تعطي بند خط أحمر. قضية ثانية يؤخذ بالقوة. قضية ثالثة، لو سمحت اسمع، انت صفيت استيوانة مكسورة. جدد شيء محمود عباس اللي اجا ودخل الى اسرائيل اعزل ورفع ايديه السلاح برا، واتفقوا مع رابين. انتوا هربتوا رجالاته، رميتوه من اسلحه البنايات، رموا قتلتوا رجالات فتح. اسمع هذا الشيء بدي اتحدى بانه انتوا هربتوهم، عملتوا انقلاب عليهم عسكري. اللي نزت من فوق الانقلاب العسكري انتوا. طلع حمساوي زت واحد من فتح لانه له دقن، طلع فتحاوي زيهم قالوا فتح زت حماس، هم فتحوية زدت واحد لأنه إلى دائم مناورات كلامية وحزام بلاد. انتوا انقلبتوا على مصر الشعب الفلسطيني. تجربة إسرائيل، تجربة سيادة الرئيس محمود عباس مع إسرائيل والتي قدم فيها الرئيس محمود عباس الكثير، وكان هناك اتفاق مع رابين ومع بيرس، لم يحصل على دولة، لم يحصل على شيء على الإطلاق. بقول لك ليش؟ لأنه لا يملك القوة، يملك فقط الحديث وتوجه للعالم كله. حماس هناك مشكلة لإسرائيل، شو اكتسبت حماس؟ مشكلة غير المجاري والخرب اللي موجود هنا، لا يوجد بإسرائيل ند. لا يوجد شو اكتسب حماس؟ يجلس أمام عباس ويناقشه، عباس يرفض لأنه لا يوجد ند. كل ما يوجد أمامه كذابين جالين بلفوا بدورهم، عظيم بيحكوا كلام وبيعاودوا بتراجع عنه. لا يوجد لحد الآن. أنا عمال بحكيك يعني دولة، لما بكون رئيس الدولة اغتصب، لما بكون رئيس الحكومة انحبس من الاغتصاب. عباس لما بدوعد مع واحد زي هذا رئيس الدولة في السجن، اغتصب سكرتير تويو بالسجن، شو بدنا نجيب شيء جديد؟ عفكم بتقول عفكم عندكم رئيس دولتكم السابق هيو مش انحبس لأنه اغتصب كتاب. هذا هو نتيجة الحروب مع حماس. لو سمحت لي، ولا إيش هذا؟ تجربة إلا الحب
مليون فاشلة معهم لأنه ما بيقدموا شيء ولا بيعطوا شيء على الإطلاق. وهم الأول بيحكي عن قطاع غزة، قطاع غزة عبارة عن سجن عاملينه، هم محاصرينه وعاملينه سجن. هب أنت واحد السجن دوليا حسب قوانين جنيف بند 81 بفرض عليه أنه يطعم القطاع ويعالجه ويقدم له كل شيء، بس ما بيقدموا. نحن رجال قانون، نحن نعمل يا رجل فعلا نعمل، واليوم مش نتيجة القوة، نتيجة القوانين الدولية من سعيدكم فصيل. أشكر ما تكونش ناكر جميل. وسكر حياتكم وسكر لكم المطار وسكر لكم الدنيا كلها، و48 ساعة شلت الحياة بإسرائيل والرعب اللي كان موجود. حررت فلسطين، حررت فلسطين، ارحموا شعبكم، حررت فلسطين. رؤساء المستوطنات وصلوا لمرحلة إنه لازم نقعد نتفاهم، أصبحوا عقلانيين، شافوا الوضع إنه كل رؤسائهم كذابين ودجالين وعلى الفاضي، كل اللي بيقولوا فيه على الفاضي. قوة قوة، أنت بس هدد من قوة وتفخر من القوة. دكتور بيكو، تريدون أن تبنوا القبة الحديدية اللي بتحمي السكان؟ دكتور بيكو، أبداً سقطت 10 صواريخ من هنا. أن تبنوا لحظة لحماس، تريدون أن تبنوا مطار والجزيرة الصناعية وميناء، هذا لم يحصل في الضفة الغربية. شوف لحماس، أنت بتحكي عن الافتراضات مستقبلية، بينما أنا أقول لك أنه مستقبلا أنا وتكرارا ومرارا أقولها في استوديو الكريم هذا، نعم، أنه الإسرائيليين يطمحون لإقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل. هذا مش جديد وتسمعه مني كثيرا. ولا نقارن بين الحياة في الضفة اللي هي حياة نسبيا رفاهية، حدود مفتوحة، كل اللي بده يرحل ويسافر ويكون ويجي ويتعالج في السل، الكل مفتوح. ايش 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 اودت به حماس؟ هدمت الحلم الفلسطيني لإقامة دولة. هم منفصلين مبعوثين من قبل إيران ودول أخرى، هم لعبة شطرنج لمصالح غريبة عن المصلحة الفلسطينية. من الذي سيعطيهم مطار يا دكتور بيركو؟ موافقة إسرائيل، من سيفتح مطار وميناء في قطاع غزة؟ أصبر، تركيا وإيران سابق لأوانه، فيش مطار ولا بطيخ أصفر ولا ميناء. هذا كله مشروط بتغيير جذري في قطاع غزة وتغيير، طالما هناك ناس اللي يفتخروا بقدراتهم على قتل يهود عزل في المستوطنات. احنا بنحاذركم ونوعيكم عشان تنتبهوا، لانه شعبكم بيستحق انه يعيش، فلذلك انتم بتدمروا حياته لشعبكم. لانه كل زعيم بيطلع انتوا جماعه صعليكم بتلاقي حامل جواز سفر اجنبي، لما يصير اي خطر يمكن يبيع ويرحل. هذا اللي قاعد بيحكي بس. انتوا جماعه صعليكم زي ما يقولوا في الاسلام، ما انت مسلم مظبوط، انتوا صعليكم المريض اللي بده يعدي بيبتزوا الحدود مفتوحه، قوانين الحدود مفتوحه، وليس لكم أي حق. أنتم تنظيم إرهابي العالم يحارب تنظيمات الإرهابية الإسلامية. رضيت أم أبيت؟ ستقوم هنا دولة فلسطينية في هذه الأرض، رضيت أم أبيت؟ أول شيء العالم كله قرر الاحتلال، ويجب أن ينتهي الاحتلال. يا أخي احترموا القرارات الدولية، ولا بس إلى استوانة الشعب احترموا. اليوم أنت تملك قوة بس لقدام ستتغير، ستتغير هذه الامور. يلا 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 كمل كمل كمل. اوكي كمل 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 الحدود مفتوحه. اكمل دكتور بيركو بالسؤال، تفضل. ايه لا لا مازن يا زلمه لم يحترم والله، قدم لهم شيء ما حدا بيقدمها. صار عنده امساك يا زلمه، صار عندك امساك. اصبر شوف، الموضوع بسيط جدا. هناك معادلة بسيطية، أنا بنصح الفلسطيني أول إشي يصلوا إلى يعني تقرير من هو آبائهم، منهم يقول كنعاني، منهم يقول يبوسي، ليس مش عارفين من أبوهم، بعدين مش عارفين يشخصوا الطريقة اللي بيمشوا فيها من ناحية السلطة الفلسطينية، من ناحية حماس يخدم مصالح بعيدة، يخدم الإسلام الراديكالي التنظيمي الإرهابي. وليس هناك في العالم من لا يتضامن مع إسرائيل التي تدافع عن مواطنيها. هناك ثلاث مستويات، بذلك أخلص ما أريد أن أقول لك. لا سوف لا يكون هناك لا ميناء ولا بطيخ ولا شيء إلا أن يتنازع الفلسطيني من سلاح الإرهاب تبعه. وفي الوقت الحاضر نحن أمام مجموعة إرهابية ليس لها أي قيمة تجاه مواطنيها، هم يضحون فيهم ويخدمون في الأنفاق، يستعملون مقاتليهم ظهيرة هالكة، يعني مرة وينتلق ويموت، لأن حضارتهم حضارة موت، حضارتنا حضارة حياة. وبعدين أمواتهم جسمينهم هذا الذي يتكلم، في حقول أركام هذا الذي يتكلم. والخلاصة
مجاري جدا اللغة القذرة زي هذه. تعلم لغة مؤدبة شوية. هذه مو سيمانتيك. طردوا من أوروبا وطردوا وحرقوا في ألمانيا. كويس النازيين أحرقوهم وطردوا. ليش؟ هل من فراغ؟ لماذا لم يحرق شعب آخر؟ مش لأنهم أساءوا للعالم؟ إجا الشعب الفلسطيني فتح صدره واستقبلهم؟ كانت هذه النتيجة. الآن الموجود حاليا هم لازم يعرفوا شغلة واحدة، في أشياء هو لا يعرفها، بأنه وزارة الدفاع عندك والمستوى العسكري الأمني قدم لحماس في آخر إشي، هذا أحدث شيء موجود، بأنه بدنا نعطيك وكل الجثامين اللي احنا حاجزينها اللي بقولنا نفتالي بنت بدنا نفرج عنها. نعم. مقابل صورة لاحد الافراد الجنود الموجودين عندهم مقابل صورة. يا اخي بثواني دكتور بيركو لما يبقى لي الوقت، المستوى بيشتغل شكل وهم بيحكوا شكل ثاني. الجثة تبع جندي بتساوي 1000 ترهابي من امثالك. طيب. واحنا مستعدين. وصلت فكرة دكتور بومبيركو. شو كمتها مشاهدي الكرام وصلنا لختام المناظرة اليومية. نشكر لكم حسن المشاهدة والى اللقاء.